حسام بونني وأنت مراقب حسابات وتعرف المؤسسات التونسية اللي بنسبة 99% تشتغل بالاقتراض، تشتغل بالتمويل المسبق، تشتغل برهن الصكوك مؤجلة الدفع لدى الشركات المالية هذه أو لدى البنوك. الشركات اللي نحكي عليهم اليوم في وضع كارثي، خلينا نقوله، لأنه الفاكتورينج فجأة اختفت بدون سابق انذار، وقتلك ما عاش نخدم لا ناخو سكوك ولا نمول. وهنا الكارثة المسكوت عليها اللي العواقب باش تكون خايبة برشا، لأنه أنا كي ما عنديش فلوس باش نفلس، وكي باش نفلس ما عنديش انتاج، وكي ما عنديش انتاج غدوة الأسعار باش ترتفع، وغدوة فما مشكلة في المنتوج، والحكاية هذه الكل عندها عواقب خايبة برشا على تونس في قادم الأيام. طبيعة الحال، شوف سي محمد، بالنسبة للاقتصاد في العالم ككل، وقت اللي تتوقف منظومة الاقتراض راهو الأزمة تنتقل من المال، من عالم المال إلى العالم الاقتصاد الحقيقي. في 2008 فك الكريز فينونسير الكبيرة، بدينا بأزمة مالية، ولا في عام 29 بدينا بأزمة مالية في البورصة وغيرها، ولكن تداعياتها كانت على الاقتصاد الحقيقي. هو القانون هذايا فيه نظرة، راهو مانيش ضد القانون، بالعكس اليوم وقت اللي نحبوا نرشدوا المعاملات البنكية ونرقمنوها، نحبوا نرشدوا استعمال السكوك، نحبوا نحملوا كل طرف وكل مداخل في الاقتصاد المسؤوليات، وهذا القانون معناه في 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 جوهره في روحه راهو ماهوش سلبي. به المشكل في القانون هذا هو شنو؟ انه بمفعول هذا القانون، واحنا اليوم قدام معناها احنا اليوم اونجير ليكزيستون سي معز، انا مانيش مع نسبه فائده مشتته كما قال الاستاذ، معناها في قانون كامل فليتو هذوما يزوري. ولكن المشكل اليوم على الميدان ان الشركات هذه اقترضت وكملت، واني دخلت في دوامه الاقتراض هذه بمقتضى هذا القانون وبتفعيل هذا القانون. مش يقع امتصاص محفظه وينونفلوب نتاع تمويل كانت موجوده على ذمه الشركات، ولكن لم يقع طرح حل لتعويضها في الحال. دونك اليوم الشركه اللي قاعده تصرف في الشيكات تاخذ الفلوس هذيك تخلص خدمتها، تستثمر منها، تشري منها سلعتها كذا، تبيع السكوك، تعاود تدخل، تعاود هي تقترض وتخلص، حركة كاملة وحلقة كاملة قاعدة مبدئيا تو اون اكيليبر، احنا في عملية متاع اكيليبر. اليوم بالقانون هذا هالتوازن هذا اختل. علاش؟ لأن يلزم إيجاد قبل ما يقع تفعيل هذا القانون آليات بديلة لهذا التمويل. مشكلة المؤسسة التونسية شنية هي؟ المؤسسة التونسية سو كابيتاليزي، اش معناه؟ معناها اليوم ما عندهاش راس المال الكافي باش تتطور وباش تصدر وباش تكبر، فهمني ولا النشاط نتاعها. ومن جهة أخرى فما تسكير الفانا نتاع التمويل سي معز، هذا ما ينكره حتى حد. إيه احنا اليوم في عملنا نتاع التمويل، تسكير الفانا نتاع التمويل مش بالسكوك، لأنه اليوم فما دول الشيك مش مجرم فيها. علاش؟ لأنه الولوج لمنظومة التمويل سهلة. الشركات عام 2022 اللي تداينت سي محمد، تعرف قداش عطات ضمانات؟ 300% على التداين متاعها. مش الشركات الكل اليوم تنجم تعطي ضمانات عينية. أنت باش تمشي تاخو قرض من البنك مواطن عادي يطلبك في ضمانات عينية، مش الناس كل عندها ضمانات عينية. وكما قال الأستاذ الاقتصاد هذايا والمعاملات يقوم على الثقة، فما مشكل متاع ثقة، فما مشكل متاع آليات تمويل. وقت اللي اليوم نجيو نصادقوا على قانون، ديما نعاود نقول راهو قانون في المجمل ما معناه فيه جوانب إيجابية، فيه نظرة إيجابية، فيه ما نحكمش على النوايا، ولكن نوايا إيجابية، ولكن النوايا في الاقتصاد سي محمد ما هيش كافية. فما جانب متاع ثقة، فما جانب متاع استقرار في منظومة التمويل لازم يتوفر. اليوم سامحني في البرلمان وإلا على مستوى مختلف الوزارات اللي خدمت على هذا الملف، هل تم احتساب
جملة التمويل اللي صار على مستوى المؤسسات المالية ولا ما تمش؟ أنت وقت اللي صادقت على القانون تعرف الانفلوب انت التمويل اللي جبته أنت من السوق المالية ومش مش تعوضه قديش ولا لا؟ يلزم تعويضه سي محمد. ما كانش هالمؤسسات ما نعرف نجمش أعطيك الانفلوب لأنه اليوم وقت اللي تصادق على قانون بهذه الصيغة راهو يلزمك تلقى اوتوماتيكمون آليات بديلة لأنه المؤسسة اللي هي ديجا ما تنجمش تتمول وتتمول بطريقه غير مباشره عن طريق الصكوك نتاعها ما تنجمش تجي في نهار وليله وتنحيلها التمويل هذا. انا نحب نسالك سؤال وكيف كيف المعز والاستاذ قلت لي انت غلق ظانه التمويل بالطبيعة للمؤسسات بالطبيعة ترى انت الخطوه اللي عملوها البنوك والفاكتورينج بغلق الهواتف الجوالة والخروج في عطل صيفية في هذه الفترة الصعيبة بريء؟ شوف أنا ما نحبش نحكم على براءة ولا عدم براءة بعض الأطراف. أنا بالنسبة لي أنا كمتداخل في الاقتصاد وعندي الحرفاء متاعي وعندي ناس اللي نعمل لهم في الكونسي ونأطر في مؤسسات. اليوم الوضعية صعيبة سي محمد والوضعية مزلنا في الديماراج متاعها، معناها النجم اليوم نلقاو حلول، النجم اليوم نلقاو آليات لتفادي هذه المشاكل. يا حسام بناني انت قصير برشا وتنقص برشا. اسمعني انا سألتك سؤال واضح ما نحبش ندخل في المالية سي محمد. لا 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 خليك انا تعرف شلوم على المؤسسات المالية اهم شلوم اهم شل نعطيك انا. انا اخويا اليوم نطالب مديرين ورؤساء المديرين العامين لهذه البنوك ولهذه الشركات ان اليوم تقعد مع السيد الوزراء، تقعد مع السيد رئيس الحكومة وتعطي رايها بكل وضوح وبكل صراحة وتتحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه الاقتصاد التونسي في المرحلة هذه. هربت عليا ما حبيتش تجاوبني. هل 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 المشروع هل القانون هذا اللي تمت المصادقة عليه علاش ما تكلموش؟ علاش ما عطاوش إشارات إنه اليوم ينجم يعمل مشكل؟ هاو الاستغراب نتاعي وين؟ اليوم يلزم الناس هذه تتحمل مسؤوليتها. أنا زاد نحمل مسؤولية لوتيكا، عندك مئات وآلاف المنظورين متاعك اليوم سامحني في الكلمة باش يمشوا في السقين، خلينا نقولها بكل وضوح بلغة شعبية بلغة عامة. ناس مش تمشي في السقين جرة المشروع هذا، المشروع في حد ذاته ما هواش خايب، ولكن وقت اللي ما تبداش سي معز الآليات المصاحبة في الوقت، لأنه الاقتصاد فيه الثقة ولكن فيه الوقت. باهي يا بناني خلينا نقلب لك السؤال. اقلب السؤال. تراشي اللي البنوك والفاكتورينج والمؤسسات المالية دخلت في سياسة النعامة؟ اي نعم. ليست النعامة، هاني جاوبتك قبل. النعامة تختفي لكن لو ين الذراع، لو ين الذراع شوف مع السلطة. شوف معناها الوضعية ما هيش عادية، ما نجموش نسكتوا على وضع. انا ما نحبش نكون ألارميست ولكن راو صدقني تداعيات هذا القانون ستكون وخيمة ووخيمة جدا إذا قعد بالصفة هذه. إذا لم يتم اتخاذ الآليات الكفيلة اليوم أنه أورونفيرس لا توندونس. هيا معز جاوبني خوي. أنا أعتقد أن محافظ البنك المركزي كأنه غائب تماما، غير موجود في الصورة. موافقك تماما سي معز في النقطة هذه. والسيدة وزيرة المالية كان عليها أن تستشرف تداعيات ما يحدث. لكن اللي يقوله لك أنا واللي ضمنه لك البوزيدي في سؤاله قال لك وجه لك خطاب مباشر مسألة غلق الفان هذا. أنا أؤكد لك أن جزء كبير من أرباب البنوك من ملاك البنوك الخاصة تحديدا قطاع البنك الخاص الآن أصبح يقيد، يعني يضع قيود مشددة جدا على التمويلات المالية في المواسم، موسم الفلاحي والموسم كذا، وهذا ربما قد يكون عن قصد تحضير الانتخابات. قد يكون هذا في المرحله هذه، في المرحله هذه كل طبعاً الاحتمالات مطروحه. نحن ما نحبش نجزم في احتمال ولا ننفي احتمال. لا شوف نحن قلنا هذا احتمال جائز وقائم الذات، وشكوك البوزيدي قال لك هل ان سحب المحفظه الماليه نتاع الفاكتورينج فجاه واختفائه من السوق والذي سيتسبب في ازمه اقتصاديه حسب ما ذكرت انت قد يكون له صله بالانتخابات، وقد يكون رده فعل من ارباب البنوك خوفا في ظل غياب تشريعات ضامنه لاموالهم. وهذا ولا به اللي يقولوا لك انا في نظري هذه البنوك لا تريد، نحكي على البنك الاصلي وخليه توا نجيو للفروع نتاعها وحتى من شركات استخلاص ديون. هذه البنوك في مصالحها تراعي فقط الربح والربح الاوفر وليهما في اقتصاد، ونحن فقط نسميها بالبنوك الوطنيه ما عندها حتى علاقه بالوطنيه. والكلام هذا قلته جانا
قالوا احد كبار المؤرخين في تونس المعاصرين اللي هو الهادي التيمومي يتحدث عن برجوازيه لا وطنيه او ارباب بنوك لا وطنيين، كيقول لا وطنيه لانهم لم يقدموا شيء للاقتصاد التونسي اللي ترتب عليه ذلك التوصيف الذي ذكره البوزيدي في المقدمه. يتحدث لك على ان البنوك راكمت ارباح طائله استاذ نوفل طيله 15 سنه، ارباح طائله في اقتصاد مهدم مهشم ومفلس، البنوك تربح والدوله خاسره والتجار خاسرين، المتوسطة الشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى، الجميع في حالة إفلاس، لكن البنوك تزداد أرباحها وتتراكم أرباحها وتتزايد ورب يزيدهم. هل هذه عدالة في توزيع الأرباح في البلد؟ يعني أنت دخل ليل نهار، أنا تحت عليه هو موظف قطاع خاص، شركة صغرى، شركة متوسطة، طبيب، مهندس، محامي، ما يعنيش اللي مشيخه قرض ويجري كل شهر باش يخلص البنك ويخلص فوائد البنك ويخلص فوائد التأخير، وإذا كان ما خلصش يفكوا له أرزاقه. إيه هذا شنو؟ يعني كل القوانين التي صنعت وقدت على مقاسهم الآن حين تغير قانون، تمس قانون، ما تمسش العقوبة الزجرية بصورة كلية، كان في حدود 5000 دينار، يعني ما يتعلق بالمعاملات الصغيرة، أما المعاملات الأخرى ما زالت قائمة، العقوبة السجنية والعقوبة الزجرية ما زالت قائمة، رغم أنني أنا من دعاة إلغائها. لحظة برك، خلي نتفاعل مع الأستاذ بحرور في خصوص الإشارة بتاعك للقانون المتعلق بالربا المشطة والربا الفاحش. أخي البنك المركزي التونسي في ظل تتابع المحافظين اللي مسكوا به ما يعرفوش اللي عنا بنوك صغرى في الميكرو كريدي خلقتها البنوك الكبرى باش تقرب للصغار للفقراء والكادحين باش تقرضوا 5000 دينار و 20000 دينار إلى حدود 40000 دينار، وما تعرفش اللي عقود الإذعان التي تم إجبار أولئك البسطاء على توقيعها نظرا لحاجتهم إلى المال يمشي ووصلت العقود 35 و40%، ومش نزيدك طرفة هي. أحد هذه البنوك الخاصة في الميكرو كريدي عندي قريب لي أنا يحمل لقب الحاج منصور تقدم بطلب لأحد هذه البنوك عندها شهر الحكاية، بعد الدراسة والقبول الأولي قالوا بالرف. علاش؟ لأنه معز الحاج منصور اللي هو قريبك يضرب في مصالح البنوك الصغرى هذه في الميكرو كريدي، ولذلك لا يمكننا أن نقرضك. وهذا واقع البلد. أنت توا كان يتم إجراء البنك المركزي يقوم بعملية رقابة على هذه البنوك التي تمتص عروق هؤلاء الفقراء، أتوا كل يدخل الحبس، لكن للأسف ما نجموش نقولوا أن البنك ما يعرفش، البنك سنترال، وما نجموش نقولوا البنك وزارة المالية لا تدرك مخاطر ما يدور في البلد واللي هما جزء من أسباب هذه الأزمة الاقتصادية وهذا التضخم الواقع الآن.